هذه مخازن الغذائية كانت يعني مخازن مهمة للدولة وكبيرة للزيوت والمواد الغذائية حتى كان مرات يعني يجيبون بيها بيض لحم دجاج، مخازن تجميد كانت إيه، وكانت يعني نص المنطقة الإصلاح الزراعي تشتغل بيها، يعني أيدي عاملة كانت جدا قوية وجدا سعد. فلشت وراحت وتخربت والله احنا كمواطنين نطالب بإعادتها وفتحها، فائدة للبلد الدرجة الأولى، والدرجة الثانية تشغيل أيدي عاملة. منظر هذا يعني عتغشى عن كل تساقط مال النفايات ومكب مال أنقاض، ما حد مستفاد منه أي شيء، ومساحتها كبيرة، كثير كبيرة مساحتها. مخازن المواد الغذائية بيها زيوت وبيها مواد كانت كبيرة حيل، يعني تلم أغراض كثير يعني بصراحة، يعني عمال كانت تروح وتجي كثير يعني، وحراس وحرس وشكال يعني كان بيها من العمال، يعني كثيرة تفيد يعني، يمكن هاي المنطقة وما تكفي زاد لها يعني، لو سوات سيارات هاي الشارع كله مليان سيارات ترايلات واقفة والعمال واقفة، يعني كثير تفيد يعني العالم، يعني البطالة تنتهي. والله أنا طالب من الحكومة المركزية والمحلية أن يشيدونها ويعدون أعمارها، يعني تفيد للمواطن وللدولة. والله هي هاي المخازن كانت يعني تصير يعني مستفادة يعني العالم منها، تصير كانوا عمال يعني وجبات تروح يعني تشتغل بها، والسيارات يعني عيد عاملة يعني بشكل، نرجو من الحكومة المركزية يعني تبيه نعم سقفها بشكل مرتبة، نعم بناها مرتبة يعني أنواع المواد كان بها من تم اللي عادت لفاصولة لإشكال يعني بيها موجودة. إيش طالبوا؟ والله طالب من الدولة أن تعيد أعمارها وتفيد هاي المواد الغذائية. المدينة ما حد. نعم نعم هسه دحج عليها، شوف الأنقاذ يعني صار أنواع الأنقاذ بها، أسميها ما دحج عليها، شوف من قادي منها من كل النواحي يعني موجودة، أيها اللي يجي قام يسوي بها من وراء الهمال. فأنا أرجو من الحكومة من الدولة تسوي الحل هاي المخازن.